بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فطورنا سوا. اليوم حلقتنا حقيقة مختلفة بشكل كبير. بدلا من أن نقيمها بالخارج، اضطررنا إلى أن نقيمها داخل المسجد بسبب الفنومينا أو بسبب الهبوب، الغبار، سمونه ما تشاءون، لكن نحن نصر على أن نطل عليكم من هنا من مسجد الدناقلة جنوب. وكما تعلمون فإن حي الدناقلة سواء كان شمال أو جنوب هو من أحياء مدينة بحري العريقة، الذي قيل إنه نشأ في العام 1925. هذا الإفطار يقام بشكل دوري في هذه المنطقة، ونحن اليوم وأنتم ضيوف على أهل منطقة الدناقلة جنوب، نجلس معهم لنتعرف على موروثهم الذي توارثوه منذ عشرات السنين. فهذه دعوة منا لكم للجلوس إليهم والتعرف معنا على مميزات هذا الحي وترابط أهله وما يقومون به من وسائل للتكاتف والتعاضد، وذلك استمساكا بمبادئ الإسلام والمسلمين. هذه دعوة لكم جميعا أيها الأحبة الكرام للجلوس معنا والسمر مع أهل حي الدناقلة جنوب، فمرحبا بالجميع. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم مجددا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. الآن في سمر خفيف مع بروفيسور حامد إسماعيل، هو أحد أبناء الدناقلة وهو أحد أعيان هذه المنطقة أيضا. مرحب بك يا بروف، وسعداء جدا بأننا ضيوف عندكم اليوم في برنامج فطورنا سوا. شكرا جزيلا مقدما ومؤخرا ووجودكم معنا، ونأمل أنه نتلاقى في ساعات يعني سعيدة في مستقبل الأيام إن شاء الله. إن شاء الله يا بروف، نحن دائما مغرمين بالحديث مع كبارنا عن أحيائنا وعن مناطقنا، خصوصا المناطق الخالدة والمعتقة كما يقولون. دايرين نأخذ معاك نبذة قصيرة عن الدناقلة جنوب. تقريبا الحي ده نشأ بدين، الحي ده نشأ سنة 1928. نشأ على مرحلتين، فترة 28 وفترة 32. أيوة. أمامي ده 28. أيهما أسبق، الدناقلة شمال ولا جنوب؟ لا، الدناقلة جنوب هي الأسبق. الدناقلة شمال 48. ما ينحياز للحي. لا ما ينحياز. تمام. ما هي جزء من الدناقلة جنوب يعني. أيوة. كل سكان الدناقلة جنوب مشوا يعني توسعوا في شمال. ممتاز. الأحياء المحادة الدناقلة جنوب نقدر نقول عنها يا تحي ويا تحي، خوجلي في المرغنية وفي حلة حمد، في خوجلي وحمد دي الأحياء القديمة، المرغنية طبعا الجديدة. أيوة. في الديوم والختمية والأملاك، وبعدين جاي طبعا دين من النواحي الغربية، الغرب حمد و حمد وخوجل ديل من الناحية الغربية. أي. من الناحية الشمالية، من الناحية الشمالية طبعا الدناقلة جديدة. الدناقلة شمال جديدة هي 48. أي. لكن الختمية مثلا قديمة، الأملاك قديمة. المزاد برضو طبعا جديد. أيوة. الشعبية جديدة. طيب من الناحية الشرقية بحيث حي الدناقلة جنوب شنو؟ جنوب شنو من الناحية الشرقية؟ من الناحية الشرقية شارع الزلط، أول حقيقة في جزء من الديوم لغاية مربع 4 تابعين للدناقلة جنوب. ممتاز. وورا مربع 4 ده تابع للديوم. ممتاز. ففي فاصلين، في فاصل الطريق بتاع الزلط اللي بيودي للمستشفى وشارع المعونة. أيوة. المعونة ده بيشيل الدناقلة نهائيا عن الجنوب، لكن هنا الشارع اللي بيودي للمستشفى من مربع 4 في 4 مربعات بمربع 4. ايوه تمام. دي تابعه للدناقلة جنوب. والبحده الدناقلة جنوب من الناحيه الجنوبيه، البحده الدناقلة جنوب من الناحيه الجنوبيه المستشفى هو اول يعني ورا المستشفى طبعا في الاملاك. ممتاز ممتاز.
طيب اشهر العائلات اللي سكنت حي الضناجلة جنوب؟ والله هو طبعا الضناجلة جنوب اول شيء بدأ اسسوها يعني رحمه الله والدنا البروفيسور محمد هاشم عوض وكان باش كاتب المركز ومعاه وضعوض كان شيخ الحلة. ايوه. فأس الاثنين جايين من منطقة من الشمالية. ايوه. فأسسوا الحي ده وجدوا ضناجلة ونرحلوا معهم كثير من القبائل الأخرى. ضناجلة حس خليط يعني ما فيهم ضناجلة. أو لو فيهم هم غلة أو عدد يعني زيهم زي الناس الآخرين. يعني فيها يعني ما الناس اللي سكنوا بالاول طيب هم ناس بادي مثلا اللي أيوة. سكنوا بعدين ناس محمد هاشم عوض بيوت القدام حاج اسماعيل هنا حاج العمنة ممتاز فدل يعني اول ناس له يعني كانوا فولنتيرز ايوه جو يعني دخلوا حي الضناجلة ممتاز ممتاز نحن يا بروف بنتيح لك فرصه انك ترسل رساله للمشاهدين الكرام في هذا الشهر الكريم نتمنى يعني انه رمضان يتعدى على خير ويجي عيد الفطر ان شاء الله والناس تتجمع ويكونوا سالمين وغانمين مشاهدينا الكرام نبدأ أولى فقراتنا وهو الحوار الذي نبدأه قبل الإفطار مع شيخ وإمام المسجد هنا الشيخ جامع صوص الأهل وسهلا بك شيخ جامع عليكم السلام ورحمة الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أرشد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحمد الله سبحانه وتعالى بأمن علينا بهذا الشهر الكريم شهر الصيام شهر الطاعة شهر الكرم شهر الجود فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد الإفطار الجماعي وعادة حميدة دأب عليها أهل السودان وبكرمهم وجودهم وبحبهم لهذا الشهر الكريم ونحن أيضا في هذا الحي المبارك بأهل الطيبين يعني دأبنا على الإفطار الجماعي مشاهدينا الكرام نعود إليكم بعد الفاصل فاصل فيه ينتقل بثنا إلى الاستوديو لرفع النداء فاصل ينتقل فيه بثنا إلى الاستوديو لرفع النداء بعده نعود إليكم ونواصل حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هناك حماء بينهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح
على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رمضان أقبل بالهدى والنور، دحر الظلام وحلكة الديجور. هذه نسائمه تهب عليلة، هذه نسائمه تهب عليلة، بعثت كوامن غبطة وسرور. رمضان أقبل بالهدى والنور، دحر الظلام وحلكة الديجور. هذه نسائمه تهب عليلة، هذه نسائمه تهب عليلة، بعثت كوامن غبطة وسرور. بعثت كوامن. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم ونواصل حديثنا وحواراتنا الخفيفة مع أبناء وأعيان حي الدناقلة جنوب. معنا عمنا منو؟ عباس سعيد. أهلا بك يا عباس. أول شيء أمسك المايك ده عندك. بسم الله. ونحن بجد سعداء بأننا نحن اليوم نحن ومشاهدينا الكرام ضيوف على أهل الدناقلة جنوب، دايرين ناخذ لنا وقفة مع البرش. طبعا الأحياء العريقة يعني بتصر علينا تتمسك بالحاجات العريقة والموروثات القديمة، فأنتوا برشكم ده من بيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياة الدناقلة جنوب من أعرق الأحياء في مدينة البحري. أيوة. البرش ده من ما احنا قمنا ولا زال موجود. انت لما تقول لي من ما احنا قمنا يعني 72 سنة ما شاء الله طبعا، ولا زال انتوا لقيتوه ولا زال موجود. ولا زال موجود. تمام. الصواني في الشوارع، عبر السبيل، عبر السبيل في الشارع، بدأ المسجد شوف هذا المسجد والله يعني مشكورين درجوا على السنة. لا توجد في اي مسجد من سيداتنا القومية. والله هذا الشباب اللي هي تكافل افطار جماعي كل رمضان 30 يوم رمضان افطار جماعي في الشارع. الخميس بالذات طبعا بيعمل مساهمه من جهه الخاصه، بيزيدوا الوجبه المفروضه على الجامعه دي بزياده اضافه للافطار الجامعي. انت سددنا معلومتين متداخلات مع بعض. في وجبه مفروضه على الجامعه اي دي ده دي على دي الوجبه المفروضه على الجامعه دي عانه بتجينا من شبابنا برا في الحي، ان اولادنا برا 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 السودان المغتربين، بيرسلوا كل سنه دعم افطار جماعي في هذا المسجد. يا سلام. ايوه ولا جل. لا هسه 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 ايوه من 10 12 مليون كل سنه بيجي الدعم من شبابنا في الحي في الاختبار بيتعب برا، دعم للمسجد دي لافطار جماعي عبر السبيل في هذا المسجد جامعة ناجو دي قريبه على السوق. سيد دقيقه، الدعم اللي بيجيكم من اولادكم المغتربين اي بيجي مره واحده في الشهر ولا 30 يوم؟ كل سنه في رمضان، رمضان بس في رمضان. لا ما في رمضان، رمضان ما هو الشهر كله. اي الشهر يعني كله الشهر كله الافطار 30 يوم. ال 30 يوم. تمام. ال 30 يوم افطار في الشارع برا عبر السبيل 30 40 نفر ماشي يفطر ياخذ بالطريقه دي. اضافه على ذلك شباب هذا الحي كله خميس عندهم دعم، عندهم اللي عندك صغيره يدفعوا كل واحد مساهمة أظن 10,000 يزيدوا الحاجة دي أو زي النهاردة بالذات زي النهاردة ما شاء الله عدد لا يستهان به. إفطار جماعي في الشارع في الشارع. أيوة. الثلاثين يوم وكل نظيف أكل طباخة طباخة الحاجة هنا بنمشي لها نتهي معاها نديها إيجار شهري لكل شهر 4 صواني 5 صواني 7 صواني أكل مشكل كل يوم هذا الشباب وعابر السبيل. في ناس في الجامعة دي بيجوا من أصبع العاصمة القومية بيفطروا في هذا الجامع والله يجي يرتاحوا هنا وينوموا هنا ومكيفات شغاله مراوح شغاله
هي الافطار والله طوالي شو مش عارف يفطروا بعد ذاك روح ايش اسوي حالي والله كل هذا والله هذا المسجد لا يكون لا حاقد او جاحد الله اي شباب والله شباب والله شباب شباب والله فاز المسجد ما عشان قدام والله انا كاب بالنسبه لهم ومعاصر انت مبسوط منهم 100 مش 100 2000 اتفوقوا عليكم لما كنت شباب انا كنت الاثنين حاسه شالوني قبل اسبوع ما كنت ممكن ما اجي لكن لا باجي لا بطلع والله يحترمونا والله يحترمونا جدا مختلفه والله انتم شغالين يعني انت شايفهم كيف شغالين والله لا يكون احد والله يفضلهم لا يكون الا حاقد بس والله يفضلهم لا يكون الا حاقد اب غير عادي والله جد والله ماشي قدامهم علينا بصراحه قاعد تواجهنا مشاكل في اللجان لا معنى والله فجينا في الذات والله تكافل هاي نحن قاعد تواجهنا مشاكل بيننا وبين ابائنا في عمرك كذا الله يحفظكم ويديكم من العافيه لا لا في جامعه تواجهنا مشاكل مرات هم بيفهمونا غلط لا لكن انت اب غير يعني مختلف مثل ده انا مسؤولهم والله دي والله لا لا يكون حد تمام ناخذ لنا برضه نبذه عن يعني عن اشهر الناس اللي طلعوا من هنا من الضناغرة باستثناء الرياضي لانه في زول حنناقش عن الرياضيين والله ناس الحيضانات طبعا كلهم ناس من الشمالية والناس يعني ما يا سلام احنا جينا حيضانات اسسناه دون ناس ابواتنا دي كانوا ساكنين في الحي هذا الحمد تمام تفضل احنا بنتكلم وبنستنشق يعني البخور القهوة تفضل والله ناس العريقين في الحي الرامي يعني الناس كلها اهل بعض كان يعني كان يكون جمال محمد احمد الطهار في الحل هنا منو اشهر طهار طهر الاولاد اخسر اشهر طهار كان طهر الاولاد كان والله اذا كان حلاق اسمه كان منو عمك الطاهر هاي حلاق وطهار ذا هاي حلاق وطهار حلاق وطهار حلاق وطهار زمان كان هاي زمان هاي زمان كان حلاق وطهار هاي الجبال هاي هاي نحن بنشكرك جزيل الشكر وبجد يعني اسهلت انا بالمعلومات الطيبه احنا كل حلقه من حلقات البرنامج بنتفاجئ بميزه لاهل السودان ولاهل الاحياء العريقه انها ما موجوده عند غيرهم شكرا جزيلا يعطيك العافيه الله يخليك بنتعرف بك يا كوت اهلا وسهلا والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتضى مبارك كبيدة مرتضى احنا بيد يا كوتش سعداء بينا اليوم بنستضيفك وانت بتستضيفنا شفت الاستضافه المتبادله دي دايرين يعني نتكلم عن ممتاز به هذا الحي الضناغله جنوب والله حي الضناغله ممتاز من زمن طويل جدا الضناغله امتازت بشخصيات سياسيه وشخصيات رياضيه بالذات يعني تمام ففاد على الاخ الرئيس الشخصيات الرياضيه فعندك طبعا اول كابتن فريق وطني سوداني كان اسمه الجاق عجب بيته من هنا خطواتنا المسجد ده الضناغله جنوب اول كابتن فريق وطني سوداني ايوه فهو كان الكابتن وبعدين كان في اثنين من الضناغله جنوب هم اثنين لعيبه في المنتخب هم اخوان دولي وبدوي أيوة. كانوا ضد المنتخب المنتخب كان كله من بحري أيوة. ولكن جابوا لاعب من الخرطوم وجابوا لاعب من درمان عشان يدوا صفه شنو؟ أيوة. صفه القوميه فاشهر الناس اللي طلعوا مثلا من الضناغله الجنوب عندك اللاعب السد العالي سليمان فارس وطبعا لاعب من الضناغله ولعب في القاهره وسمى بالسد العالي فكان لاعب مميز في مصر عندك عمر النور برضه كان لاعب مميز ولعب في القاهره مده طويله جدا فكان لاعب مميز برضه من الضناغله دي الاجيال القديمه اذا جينا الاجيال الجديده عندك اللاعب عوض كوكا كان لاعب الهلال عندك جيمس لاعب التحرير وكان هذا جيمس لاعب مميز كان هلال ومريخ لما تكون عندهم مباريات دوليه كان بيستعينوا من بحر من التحرير عشان يلعب معاهم المباريات الدوليه ويرجع تاني للتحرير اذا كان في مباريات دوليه خارج السودان فعندك طبعا اللعيبه المشهورين برضو الثعلب لاعب الهلال عندك كادوس لاعب الهلال عندك نبي الدين حسن كابتن الفريق القومي السوداني لمده 15 سنه كان كابتن الفريق القومي السوداني وكان الضناغله جنوب وهم دول الفاز باللعب القوه والفراسي وكذا ما والله من العاب القوه طبعا كان مغمورين كان في الملاكمه جيمس وبيتر دي كانوا العاب قوه طيب انت كنت سامع الناس يقولوا عليك كوتش كوتشي انت كنت تلعب وين؟ انا كنت بلعب في فريق الكوكب ولعبت في الاتحاد اللي هو في الضناغله جنوب كان لقبك شنو؟ كان بيقول لي جولر كان مدرب الماني اتمرنت في منتخب الشباب أيوة. كنت مميز في المنتخب أيوة. فكان مبسوط مني جدا مسميني رينج بوي فقام سموني جولر باسمه أيوة سميت جولر بهذه التسميه يا سلام شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك يمتد حوارنا مع الكرام ونمشي للشيخ الشيخ بدينا معك الحوار قبيلك مرحبا بك مجددا شيخ جامع نحن بصراحه قبيلك انت بديت الحوار ونحن صحيح زمن الاذان باقتنا فطلعنا استاذنا من المشاهدين الكرام وطلعنا انت تحدثت بشكل طيب جدا احنا دايرين نتكلم عن القيم
الجميلة اللي محافظين عليها أهل الدناقلة جنوب، ومش هم بس، حتى أولادهم برا محافظين عليها وبيحرصوا حرص شديد على إنهم يرسلوا قروش ويمولوا الإفطار الجماعي من بداية رمضان إلى نهايته. فحدثنا عن القيم اللي بتخلي الناس يحملوا العمل الطيب ده. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنحن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولا وآخرا، ربنا من علينا بصيام هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الكريم، هو فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني فيه هو نزل القرآن الكريم، وشهر مبارك، ودعب أهل هذا الحي على الإفطارات الجماعية وعلى التكافل والتعاضد، ويعني أيضا هذه الإفطارات الجماعية تقام في هذا الشهر على مدة 30 يوما. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقهم في هذا العمل المبارك إن شاء الله. ممتاز إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. الشيخ عندك كلمة، تفضل تعرف بيك في الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد نشكر يعني لجنة هذا المسجد ولجنة هذا الحي الدناقلة الجنوب، نشكر لفريق العامل لقناة طيبة الفضائية على هذا الجهد الجهيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة أنا مدعو. أنت من المدعوين؟ أنت أنا من المدعوين. نعم. أنت من مين المدعوين؟ أنا من الحي الدناقلة شمال. لكن هذه المسميات لا تفصلنا عن بعض. أيوة. فحي الدناقلة جنوب لا ينفصل من الدناقلة شمال، والدناقلة شمال لا ينفصل من جنوب. ممتاز. فكلاهما يمثل الآخر أو كلاهما يكمل الآخر. فإن ممتاز. كانت هنالك مناسبة في هذا الحي فأهل الدناقلة شمال يتكبون إلى هذا الحي، وإن كانت هنالك فالعكس بالعكس صحيح. ممتاز. فهذه أشياء والله لا بد للإنسان أن يحافظ عليها، ويحمد الله تبارك وتعالى أن جعل بيننا هذا الرباط، ونسأل الله أن يقويه ويجعلنا فيه إخوانا متحابين. فهذا العمل والله يدخل سرورة إلى القلب، ولا نملك إلا أن نقول يعني للقائمين على هذا الأمر جزاهم الله خير. فمن قال من صنع له معروف جزاك الله خير فقد أبلغ في السنة. ولا أريد أن أطيل عليكم، وجزاكم الله خير أهل قناة طيبة الفضائية، وبارك فيكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الشيخ العرب بك. عبد العزيز إبراهيم الدوم محمد. شيخ عبد العزيز. إمام مسجد الدناقلة جنوب سابقا، والآن إمام خطيب مسجد رئاسة الشرطة البحرية. أنت اللي أنا جاي الليلة مدعو. نعم. جاي مدعو تمام. أنت معنا من بدري، عارف التقليد الجميل اللي بيعملوه هنا، إنه أولادهم برا وأولادهم بالداخل بيحاولوا يعملوا الإفطار ده. نعم. بشكل سنوي. نعم. الحاجة دي هل وجدتها في مكان آخر؟ والله ربما شباب الدناقلة الجنوب تفردوا بهذه المزية. تفردوا. نعم. معنا ما لقيت انت ده. ربما. قلت ربما. يعني على مستوى علمك انت. نعم. اللي جيتها على مستوى علمي. ودائما بيدعوننا لما كنت امام لهذا المسجد. يعني دائما ما يدعونا في كل شهر في شهر رمضان. مرة او مرتين او ثلاث. ايوه. شكرا. وفي هذه المرة اخبرني احدهم بانه ستستمر كل خميس. تمام. الى اخر الشهر ان شاء الله. تمام. الا خميس دي الكبيره. نعم. تمام. ممتاز ممتاز. عندك فرصه ترسل رساله للمشاهدين الكرام، بتقول لهم شنو؟ والله رساله لجميع المسلمين في بقاع الارض انهم يحضوا حضر شباب الدناقلة الجنوب ان شاء الله في المبادره. ممتاز. وفي افطارات الجماعيه، وفي التراحم والتعاون، وهذا الشهر مبارك فرصه طيبه يعني يتعلموا بهذا الشهر المبارك. ممتاز ممتاز. بارك الله فيك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا شيخ عبد العزيز. مشاهدينا الكرام، ما تزال حواراتنا مع المشاهدين مع ضيوفنا، ونحن ضيوفهم حقيقه، نحن هم ضيوفنا على الهواء، ونحن ضيوفنا على الارض حقيقه. فمرحب بك باخونا منو؟ الفاتح تايس ابراهيم. الفاتح، بصراحه حسب المعلومات اللي جاتنا انك متحمل جزء كبير جدا جدا من الافطار الجميل ده، وأول حاجة بنسأل الله ربنا يثبت أجرك. اللهم آمين. ويوفقك دائما ويقويك إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. أنتوا بتعملوا شنو؟ في طبعا عرفنا إنه عندكم أنتوا هنا عندكم دعم بيجيكم من برا. أيوه. ومع ذلك أنتوا ثاني بتطلعوا شيرين جديد. أيوه. وبتحاولوا تكبروا الكوم. ده تخليني أتساءل، أنتوا تحديدا يعني بعد ما تطلعوا قروشكم ثاني بتعملوا شنو في الإطار؟ كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر لكم وغنى طيبة على
هذا الحضور الأنيق. الله يجزيك خير. شاكرين جدا. نحن درينا على منذ سنوات طويلة يعني على العمل تاع الإفطارات ده، لأن غرابة أكثر من 10 سنوات. ما شاء الله يعني تبارك الله. من الزمان. ما شاء الله تبارك الله. بيدعمونا الناس الحي ذاته خارج السودان، وهنا نحن نجمع من الشباب الحي. تمام. اشتراكات لكل إفطار. السنة دي شلنا حق الإفطارات كلها، كل خميس إفطاراتنا يعني 4 إفطارات في الشهر. أيوة. بيجوا فيها وكذا ناس الحي كلهم، أعمامنا، جميع الفئات العمرية يعني. تمام. للأطفال تلقاهم موجودين في الإفطار وكذا، دي عشان يتوارثوا شغلانة ذاتها. طيب. ويتربوا عليها. زي ما قال الإمامة الشاعرة الشوقي، وعلموا لعل جيلا سيأتي يصنع العجب العجابة ولا ترهق شباب الحي يأسا فإن اليأس يقترن الشباب. صحيح صحيح صحيح. فالحمد لله للحداه الحمد والمنة عند رينا على غاب من 10 سنين ولحد اللحظة دي، أكيد بيكون في نتائج فيما يتعلق بتشبث الشباب وتمسكهم بهذا التقليد الجميل. تقدر تقول إنه الشباب فعلا التقليد أثر عليهم وجعلهم منهم يتمسكون به وغد تطمئنون له في المستقبل؟ الحمد لله متشبثين به جدا، والحمد لله كل سنة لسنة الإفطار بيكون من ناحية الكم والنوع بيكون يعني مختلف. طيب. كل مرة بتكتسب خبرات يعني، بشوف بدعاري كان فيها أخطاء، كان في حتة فيها زحمة في كده، بنحاول نوسع في زيادة المواي، نأخذ معالجاتنا. الحمد لله من سنة لسنة ماشيين متطورين. ما شاء الله. وطموحنا نطمح لأكثر من كده يعني. ما شاء الله. نحن على سبيل المثال يعني، الناس اللي الشباب اللي أو الناس اللي بيدعموكم من برا، تقدر تذكر لنا عدد من الأسماء؟ جدا هاي نذكر مع الاحتفاظ للباقيين يعني. أيوة. يعني أنا بقى كلهم أنا خايف بس أن سليس نزول على رأسهم الشيخ بدر الدين محمد عثمان. الشيخ بدر الدين أيوة. الكابتن جمال كدوس. أخونا أكرم الفاتح، أخونا محمد بشرة سمكة. أخونا دكتور محمد مرغني حمور. أيوة. أخونا محمود من الصين موجود هناك برضه دائما. من الصين بيرسل لهم؟ من الصين، من الصين وقطر والسعودية وكذا والقاهرة. ما شاء الله طبعا. المغتربين بتاع الحي كلهم بيرسلوا لنا. أول موجودين هنا زادوا هم بيساهموا. ممتاز. أنتم طبعا الأسعار ماشية ترتفع وما بعرف وشنو ما عارف بالزيت. نعم. هل بتدورون بتقول لهم يا أيوة. الله السنه اللي فاتت كان مصاب؟ ايوه 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 انا ورينا محتاجين تكون كده ولا هم أيوة. بيكونوا عارفين؟ لا لا نحن نطلعهم وهم عندما الاخبار بنوريهم انه السنه اللي فاتت اللي قال الافطار كان بيكلف اليوم كده، فنحن متوقعين زياده كده، توقعاتنا هم دحين بيرسلوها من كل سنه بيقوم بيزيدوها. الحمد لله. نحن طبعا بنبرزكم للناس كقدوه حقيقه. بتتعاملوا كيف مع التعامل المالي؟ عندكم حساب بيرسلوا فيه ولا عندكم زول هو المسؤول بيرسلوا ورقه؟ مزون من انا زي الشخص الضعيف. ايوه الله يرسلوا عبرهم وبرسلوه، وقمنا كل فطار بنطلع لهم ازايته حقته. هم كلهم بس 4 افطارات. ما شاء الله 4 افطارات. تجي في افطارات قروش تجي فيما بعد يعني، ما تجي ترسل فيها. الافطارات الكبيره هي 4 افطارات ولا اصلا كلها كده 4 افطارات؟ 4 افطارات، ما كل يوم خميس من الشهر. ايوه بتعمل. ايوه تمام. يعني عندك في الشهر 4 يوم كلها. تمام تمام ممتاز. عندك فرصه ترسل رساله للمشاهدين الكرام تقول لهم شنو؟ اقول لهم رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ما يقول لهم قلدونا في الحكايه دي؟ لا والله احنا نتمنى كلنا طبعا. بحري حي مميز يعني، حي الضناك حي مميز في بحري، وبحري معروفه بتميزها يعني وترابطها الاجتماعي وكذا. هسه معانا اخونا ده رئيس نادي الاتحاد البحراوي. تمام. عندنا اعمامنا الجاي يعني كل الفئات يعني، عندكم رياضيين على مثقفاتيه على كله مع بعض كله في الخير كله. ممتاز. ممتاز الحمد لله. ممتاز. نمشي للكوتش والكابتن رئيس معيز عباس رئيس نادي الاتحاد البحراوي. يا كوتشي ولا بيسموه الكابتن؟ طبعا الكابتن. عزيزي نجد رئيس الله الرحمن الرحيم، ولنا نرحب بإخواننا في قناة طيبة في برنامج فطورنا سوا. فطورنا سوا نعم. ممتاز. حقيقة أنا من طاقية شمال يعني، انا مدعو. انت مدعو؟ انا مدعو اي من لكن انت رئيس نادي والشباب. نحن رئيس نادي الاتحاد البحراني بيجمع الضمان الاجمالي الجنوبي مع البحر كله. معاليق 1934 له مساهمات، هؤلاء الشباب كلهم مخرجين يعني، كلهم مروا بشيبا شبابا مروا بهذا النادي يعني نادي الاتحاد البحراني. حقيقه نحن جيل يعني جيل تعلمنا منه الحاجه اللي انا سمعتها من اخونا الفاتح، سمعتها من استاذنا وشيوخنا وعم العباس والبروف، دي اشياء اصلا هذا تعلموها هنا في الحي داخليا يعني. احنا تعلمنا روح التكافل والتراحم بين الناس،
هذه الروح جدنا من عمامنا وعماتنا. نحن من الجيل امشي العصي دي وديها لحد نعيم عشان تديك الرافه، امشي شيء الكسره دي لحد دفيل عشان تديك حبه كسره. ايوه يعني التقابل. انتوا اللي بتخشوا بالنفاج تخشوا وتطلعوا في النفاج كان موجود طبعا هسه موجود هسه طبعا مع بعض الشباب كبروا كده قطع الامور يعني اختلفت، لكن الان التواصل موجود وزي ما قال عم عباس البيج بالمناسبه حتى قهوتكم نعم الجبنه جبنة يعني كلاسيكية أو جبنة فرعونية لا يدخل زول بتاع برامج وزول ما شاء الله تمام فأنتوا فعلا جيل حامل موروثات حقيقة حتى تحدى يا جيل نحن تربينا على كده تربينا من أهلنا وأخواننا وفي هذا الحي ما بتربى من بيتك بس بتربى من جارك من عمك من خالك من المسجد والمسجد له دور كبير جدا في هذا الحي يعني والمسجد أصلا له دور في أي حتة إلا ناس تهمله سايق إحنا هنا بالذات يعني في تواصل بصورة متميزة جدا في 4-5 مساجد الان في هذا الحي دناغل شمال دناغل جنوب ناس ما عندنا مشكله فيه واصلا الحي كان زمان اسمه دناغل فقط لكن بعد اصبح شمال وجنوب هاي تغليل اللي الظل الاداري والعمل الاداري في الدوله سمي دناغل شمال دناغل جنوب الشعبيه شمال الشعبيه جنوب هكذا بحر دائما الشمال جنوب كثيره كثيره نحن تربينا على هذا المنهج منهج التراحم والتقابل بين الناس منهج انك تكون دائما في خدمه الغير ودي حكايه تجيني الان في كل هذه الحياه في كل برامجنا في كل برامجنا الرياضيه بس عجبني والله عاجبني جدا يعني مش رياضه بس خلاص الحاجه الاساسيه انكم تتكافلوا تحملوا روح التكافل نعم تمارسوا بعد ذاك الانشطه رياضه غيرها كلها نعم عندك رساله بسيطه للمشاهدين الكريم انا والله الرساله الاولى لابناء هذا الحي ايوه تحيه اليوم وتحيه لكل ابناء الحي الداخل ولا خارج ولا كله داخل وخارج ايوه يعني كل الذين لهم يعني سهم في هذا الافطار يعني ممتاز وتحيه ايضا لكل اهلنا وعمامنا ودحية خاصة للحجة الناظر وهي خارج السودان الوالدة الكريمة الله يحفظها يا رب يحفظ كل أمهاتنا وأن يعودها سالمة وغانمة إن شاء الله ونقول لكل السودان إن شاء الله يرعاكم بخير وأن ينعم هذا الشهر بنيون وبركات لكل أهلنا في السودان وكل المسلمين إن شاء الله تعالى ممتاز عمنا لسه المايك يتجول معك تفضل تعرف بك بسم الله الرحمن الرحيم يحفظك كثير مرحبا بك الصلاة والسلام على رسول أمين نشكر القناة الطيبة الطيبة الله يجزيك خير زيارتهم الدناقل البحري أنا طبعا دولاب الشمالية أيوه لكن حبيت الدناقل البحري أخوان الفاتح ده طبعا كل سنة بجيب له محاضرات طيب السدير حبة عشان الكاميرا تجيبك بشكل طيب أفضل أيوه تفضل الدناقل أنا دولاب الشمالية بترطن حبيت الدناقل البحري لأن الناس مترابطين أقول الفاتحة كل سنة بيجيب لهم محاضرات أيوة يا سلام إن شاء الله يعني ناس كويسين الله يجزيك الخير حبينا ونسأل الله أن يجمعهم في الدنيا والآخرة الله يجزيك الخير بصراحة بصراحة إذا 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 الدناقل هو الانتساب لدنقلة فأي سوداني بيعتز بدنقلة لأنه يعني دنقلة هي مدخل الإسلام إلى السودان ويوجد فيها يعني أقدم وأول مسجد بني في السودان فكلنا دناقلة يعني إذا بقى الاعتزاز لهذا الدين الحبيب يعني فإحنا جد سعداء بك ونسأل الله أن نتقبل منك وأن يديك خير الجزاء إحنا عندك فرصة درس الرسالة للمشاهدين الكرام والله أول نشكر حي بحري كلها يعني أيوة الحي هذا الراغي يعني حي راغي والمسجد ذاته هادي يعني وفيه تعبد عجيب يعني الله يجزيك خير ملتزم نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا إن شاء الله بإذن الله تعالى مشاهدي الكرام ما يزال سمرنا وحديثنا الطيب مع أهل تفضل ممكن تجيب هنا ممكن مرحب بك تقعد في أي حتة تعلمنا هنا أنا بطيرك على راسي يا شيخ الله يجزيك الخير مرحب بك تعال 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 أجين رايك بالراحة بسم الله تمام عبد الله مشاهدينا الكرام نحن ما يزال حديثنا الطيب مع أهلي حي الدناقلة جنوب الطيبين مستمر مرحبا بك عمنا عبد الله عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته معك عبد الله علي حسن صالح ما شاء الله تبارك أسكن حي الدناقلة جنوب أيوة. منذ السبعينات ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله وأنا طبعا متزوج بنت الشيخ عبد المتعال موسى ما شاء الله تبارك اللي هو صاحب الخلوة بتاعت الدناقلة جنوب اللي هي موجودة جوار المسجد ممتاز ده خلينا نتكلم معاك عن وجود الخلاوي في حي الدناقلة يعني من بدري الخلاوي هي موجودة عند أهل السودان في كل الأحياء لكن بمرور الزمن
أثرت بعض العوامل فخلت إنه الخلاوي إما تكون خلاوي بالصباح بس أو في الفترة الصيفية، وده بخليني إنه نوع الخلاوي الموجود في الطرق للجنوب لحد اللحظة دي شنو هالخلاوي داخلية بالشكل القديم ولا شكلها مختلف؟ والله هسه الخلاوي الموجودة في بحري اللي هو الشيخ خوجلي خوجلي بالجاز يعني خوجلي بالجاز والمرغنية السلعة المرغنية انفضلت. أما بعد الخلاوي الثاني اللي الخلاوي الصيفية في المساجد اللي هي بتكون في العطل ممتاز في العطل بكل فترة محددة. أما طبعا عندها ظهرت الروضات دي اللي هي نهج الخلاوي زمان كان الخلاوي هي الرياض الرياض هي رياض ممتاز ممتاز تعليم. أما لما جاءت الرياضة لها الخلاوي في السودان فبقت ما في خلاوي إلا اللهم خارج العاصمة خارج الأحياء الكبيرة خلاوي ممتاز. لكن هنا في العاصمة جميل بصراحة التقليد بتاعكم بتاع البرش بتاعكم عجبنا شديد إن أولادكم من برا ملتزمين وأولادكم من جوا من الداخل ملتزمين بإنه يقيموا الحاجة دي. الحاجة دي دايرنا ترسل رسالة للناس إنهم يتمسكوا بها بشكل أكبر وفي لو في ناس تانيين في حتة تانية طبعا في أي حتة في ناس في أي ناس حي عندهم ناس برا فأنت بتقول شنو للمشاهدين الكرام؟ والله أنا بقول للمشاهدين الكرام أنا لما سكنت الطناق للجنوب دي أنا وجدتها مترابطة ومتماسكة وفيها شباب حي وشباب يعني الواحد يهتز بيه مترابطين في كل المناسبة في السراء وفي الضراء وما كان في أي مشاكل في الحي نهائي يعني في مسكين المساجد ومسكين مثلا المناسبات ومسكين يعني كل شيء كل شيء تمام تمام الشباب. وكمان عندنا الشيب ما شاء الله يعني لا شيبكم فاهمين والله فاهمين. إذا كان رئيس اللجنة هسي بيقول لي والله أنا شاله من اللجنة الأسبوع الفات وانا مبسوط جدا لانه الاولاد شغالين بجد انا يعني اتبسطت منه شديد والله الكلام ده اقوله ودي شهاده والله هو طبعا القدوه اي هو قدوه في الحي يعني الله يجزيه الخير يعني سعيد راجل ما سعيد اي والله يا عم انا عباس هو اللي درب الشباب نعم يعني على العمل الجميل ده الشباب بكلها تتدرب الله يتقبل منه والله نحن والله سعداء بهم شديد ونحن بنتمنى انه اخوانه وهم اعمامنا وابائنا في المناطق الاخرى يستفيدوا من تجربته ولهذا نحن بنتمنى من اخونا عباس هالشباب الموجودين هسه يكون قريب منه يكون قريب ايوه منه احنا بنقول له كده معاهم لاخر درجه لا ان شاء الله باذن الله يعرف كل كبيره وصغيره منه هو لو ممتاز. ما عرفوا منه آه. ما حيعرفوا منه جزاك الله خير جزاك الله خير الجزام عبد الله سعداء جدا بك ونشكر الجزيل الشكر ان شاء الله تعالى شكرا جزيلا شكرنا الطيب ان شاء الله الله يجزاك الخير امين ان شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام بصراحه اي حلقه من حلقات هذا البرنامج بنلقى انه الناس اللي احنا بنستضيفهم على الهواء وهم بيستضيفونا على ارض الواقع مميزين وعندهم حاجه بيمتازوا بها عن غيرهم حقيقه. ناس الدناقله جنوب انا كنت محتار قلت الناس دي حيكونوا مميزين بشنو هذا اتميزوا بانه عندهم اولاد برا مصرين وواقفين وحادمين على ان يمولوا الافطار واما ابنائهم بالداخل فحاجه ثانيه خالص بالإضافة إلى اللي بيجيهم بيزيدوا من عندهم وبطلعوا الفطور على أحسن ما يكون جد هم قدوة وبيحتاجوا والناس محتاجين إنهم يقتدوا بهم. حتى يتجدد الملتقى نحن بنشكرهم وبنشكركم أنتم وبنقول لكم تقبلوا تحيات الفريق العامل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.